مشكلة صلاح والتعامل معاها أثرت على المنتخب؟ لا، لان هم اعتقد ممكن يكون في الاول التعامل كان كويس. والحقيقه الدكتور محمد ابو ليلى لما جه الشخص قال ان الاصابه فعلا حجمها كبير، فبناء عليه طب ليه تم الاعلان بعكس كده؟ عشان ليفربول هم اللي استعجلوا، لا هو كان ليه، ليه المتفق احنا عليه. اعلنا في الاول ان هو ماتشين بس؟ طالما الاصابه من الاول احنا عارفين ان هي اصابه كبيره، ليه قلنا ان هي لا، ماتشين بس؟ هو الناس كانت متوقعة ان كل ده كان هيخرج بعد الريبورت اللي خرج، لكن ممكن يكون في ناس استعجلت، ممكن يكون الإدارة بتاعت ليفربول استعجلت ان هم يعلنوا ده، تمام؟ فحصلت الحاجات اللي مش مظبوطة، ان طلع ده صرح وده طلع ده صرح، فالناس خلت الحاجة بتاعت الماتشين بس. لكن الموضوع خلي بالك كان صعب، الإصابة كانت جامدة. يعني انتوا عارفين من اول يوم من الاصابه؟ لا، انا ما كنتش اعرف الحقيقة، لكن انا لما اتكلمت، لو وقفت مع صلاح بعد ما عرفت ان هو اتعور، كلمت معاه فقال لي يا كابتن انا ما اعرفش الحقيقه ايه، لكن هو لما تواصل مع الاداره، مع اداره ليفربول، ولما كلمهم ولما بعت لهم التقرير اللي خرج، قالوا له ان احنا بنتعامل مع الورق اللي قدامنا، احنا لسه ما شفناكش، فاحنا الورق اللي قدامنا بيقول ان انت ممكن تغيب من 4 لـ6 اسابيع اعتقد، دي الحاجه اللي قدامنا، انما لما تيجي هنحدد. فانت لو جيت بناء على التقرير ده ممكن تلحق دور الـ4، ايوه. انما لو فضلت قاعد عندك حتى لو انت قلت لنا ان انت بقيت سليم، احنا مش موافقين ان انت تلعب، لان احنا اللي قدامنا على الورق 6 اسابيع، فاحنا مش هنسيبك تلعب. ايوه. ده كان الموضوع. صلاح كان حزين لرحيل فيتوريا؟ اكيد طبعا. يعني انت وصلت معاه او اتكلمت معاه؟ لا، انا ما تواصلتش معاه الحقيقه بعد المنتخب، لكن انا رايي ان هتلاقي كل لعيبه يعني زعلانين ان الراجل مشي. عشان كانوا مرتبطين بيه. مرتبطين بيه، هم شايفين ان هو الراجل يعني طور من ادائهم كتير جدا جدا، فرق معاهم في التمرين، فرق معاهم في رتم اللعب والسرعه، والسرعه اللي كانوا بيلعبوا بيها. يعني انا كنت موجود في الشغل، يعني حتى من ضمن هزاري مع اللعيبه ان كنت بقول لهم اليوم اللي همسك فيه مدير فني ان شاء الله في اي فرقه وقابل حد فيكم وحد هيقول لي ان هو مرهق من التمرين، هزعله يعني بجد والله. والله. لان احنا كنا في التمرين الحقيقه، يعني اللعيبه نفسها كانت بتقول الريتم عالي جدا، الريتم سريع جدا على طول، وكل لعيبه بتلعب بيه، وتيجي تقول للعيبه التمرين خلص يقول لك طب 10 دقائق، فهم مبسوطين بده، ايوه. فبيلعبوا بريتم. يعني مثلا لعيب من ضمن اللعيبه قال لي يا كابتن الراجل ده لو مسك فرقه في الدوري مع الوقت بقى، ما ان احنا انت ده مين هتتمرن اللي قال كده؟ واحد من طب اللعيبه. ما تقول لنا مين يعني؟ اصل ما خرج لي مش يعني، ما هو دي لا، حاجه حلوه يعني لو كان علي جبر. علي جبر. كان علي جبر، رغم ان خلي بالك علي ما كانش بيلعب، فان لعيب ما كانش بيلعب بيتكلم عن الراجل بالطريقه دي صح. الحقيقه. فقال لي الراجل ده لو مسك فرقه في الدوري المصري او مسك فرقه كبيره في مصر، التمرين اللي احنا بنتمرنه كل 2 3 شهر او كل 4 شهور دوت، لو اتمرنته فرقه كل يوم بالريتم ده والسرعه دي واللعب ده، محدش هيقدر يقف قدامهم ابدا. بجد والله.